متصالحي، هل هذا يعني أنه إيمانويل ماكرون يريد لبس عباءة مثلا اليمين المتطرف لأنه يرى تنامي يعني أسهم هذا اليمين المتطرف وخطابه المتطرف في فرنسا، يريد استغلال هذه النقطة، هذه النقطة للحصول على أصوات إضافية؟ هذه النقطة، وهذا الجانب الثاني من أهدافه الانتخابية واستراتيجيته، وهو الابتعاد أو استقطاب الناخبين الذين من المحتمل أن يصوتون لصالح اليمين المتطرف. وهذا ما رأيناه في صعود الأحزاب اليسارية، وكذلك الحزب اللي يطالب بتحسين البيئة، معناه الخضر بهذا التعبير. فبالتالي هدفه الأساسي هو استقطاب هذه الناخبين، خاصة عندما ننظر إلى الخريطة الانتخابية الفرنسية نجد أن هؤلاء خاصة المتطرفين اليمينيين لهم أصوات كبرى في الأرياف، شعبية كبيرة والمدن الصغيرة. فهذا هو الهدف الأساسي منه. الآن النغمة التي أصدرها وقام بها وهو الاعتداء على الجزائر تندرج في تلك الرسالة الكبرى، والتي من هدفها استغلال هؤلاء وإعطاء لنفسه الفرصة للابتعاد عن النقاش الداخلي فيما يخص فشله في السياسات العامة وبرامج وما يحصل في الجانب الصحي. التجربة الألمانية دليل أكبر يعطينا هذا. طيب. الذي رأيناه في الانتخابات الأخيرة هو ربما أكبر دليل يريد الرئيس إيمانويل أن يستفيد منه، فتدخل الجزائر أيضا يدخل من هذا الجانب.